أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام، قال: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله استحباب الأكل بثلاثة الأصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسح الأصابع قبل اللعق، وكذلك استحباب لعق القصعة وهي الإناء الذي يؤكل فيه الطعام، واستحباب أخذ اللقمة التي سقطت كما سيذكر على ذلك من الأدلة. قال: وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. ثم ذكر أولا حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه، قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا فيه فائدة: أولا أنه إما أن يلعقها هو بنفسه بأن يأكل بأصابعه ثم يلعقه، أو يجعل أحدا يلعق أصابعه، وهذا قد لا يتصور إلا في من لا يستكره هذا منك كالزوجة والخادم والصغير ونحو ذلك ممن لا يستكره هذا منك. فإذا هذا الحديث فيه هذه الفائدة، وهو أن الإنسان إما أنه يلعق بنفسه أو يجعل مما لا يستقدر منه أن يلعق أصابعه، وهذا من السنة، وإن كان هذا الأولى أن يكون بين الأزواج، وهذا أيضا من أسباب المودة والمحبة بينهما. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه مسألتين: المسألة الأولى أن السنة أن الإنسان يأكل بثلاثة أصابع، السبابة والوسطى والإبهام، أنه يأكل بثلاث أصابع، هذا هو السنة. فإذا أكل بهذه الأصابع، السنة الثانية أن يلعقها، ومعنى اللعق اللحس، ومعنى اللعق أنه يلحس، وهذه من السنة التي يعني أعرض عنها اليوم كثير من الناس إلا ما رحم الله. فهذه من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يفعلها ويأمر بها، أنه بعد الطعام أن تلعق، أي تلحس الأصابع، تأكل بثلاث وأن تلعق بعد ذلك. والأكل بالثلاث يعني بثلاث الأصابع يكون فيما يؤكل بثلاث أصابع، أما ما يؤكل بأكثر من ذلك كأن يؤكل بالخمس كالأرز ونحو ذلك فإنه يؤكل بالخمس، أما ما يؤكل بالثلاث فإن السنة أن يؤكل بالثلاث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه نص أن النبي أمر بلعق الأصابع ولعق الصحفة، وهي الطعام الذي وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة من هذا اللعق، وهو أن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة، فقد تكون البركة في هذا المتبقي على الأنامل، أو قد تكون البركة فيما تبقى من الطعام على القصعة والصحفة. فلذلك على المسلم أن يحرص على مواطن البركة، الآيات والحديث التي فيها البركة عليه الإنسان أن يحرص عليها حتى يبارك له، ومن ذلك اللعق بعد الأكل، لعق الأصابع ولعق الصحن إذا فرغت من طعامك، ومعنى لعقه سلته كما جاء في الحديث الآخر أنك تتبع ما بقي من الطعام وتأكله لعل أن يكون فيه البركة، لعل أن يكون في ما بقي من الطعام البركة. قال: وعنه أي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمض ما كان بها من الأذى
وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا فيه استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد إزالة الأذى عنها، وذلك لأن الشيطان يحضر عند طعامك، فإن سميت الله وذكرت الله لم يأكل معك، وبعد ذلك يترقب ما يسقط من طعامك، فإذا سقط شيء من طعامك فإن الشيطان يترصده ويأكله، فأنت إما أن تأخذ هذا الطعام وتزيل ما فيه من الأذى وتأكله، وإلا فإن عدوك الشيطان يترصد لطعامك فيأكله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى. وهذا فيه أيضا فائدة أن الإنسان لا يتكبر على النعمة، ذلك لأن الناس قد يتكبرون عن الطعام الساقط ولا يأكلونه ويتركونه، ولا شك أن هذا من عدم شكر النعمة، فهذا الطعام الذي سقط هذا نعمة، ومن شكرها أنك لا تتركها، فكيف إذا كان تركها لعدوك وهو الشيطان. ثم آخر الحديث قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح اليد بالمنديل أو غير ذلك، المنديل مجرد مثال، أن لا يمسح يده قبل أن يلعق، وقد جاء في الحديث الذي مر علينا قبل قليل: حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقه أو يجعل أحدا غيره يلعق أصابعه. قال وعنه أي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وهذا مر علينا في الحديث الذي قبله. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن الوضوء مما مست النار قد نسخ، لأنه كان في أول الأمر أن كل طعام مسته النار فإنه يجب الوضوء بعده، كالطبيخ الذي يكون من الرز ومن الجريش ونحو هذه الأطعمة التي لا بد فيها من النار، فإنه في أول الأمر كان يجب الوضوء منها، ثم نسخ الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن لو توضأ بعد ذلك فإنه لا بأس، لأنه على سبيل الاستحباب. ولكن بقي حكم واحد وهو لحوم الإبل، فإن آخر الأمرين عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. أما بقية الأكل والطعام الذي مسته النار أو لم تمسه النار فإنه لا يجب الوضوء منه، وإنما يستحب. وقد جاء النص في بعض الأطعمة أنه يستحب أن يتمضمض بعدها كاللبن، لأن فيه دسما، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر العلة في اللبن أن فيه دسما، فإن هذا الحكم يسري في بقية الأطعمة الدسمة، فإنه يستحب للمرء بعدها أن يتمضمض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن، فقال: فإن له دسما. هنا أن سعيد بن الحارث سأل جابرا عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد مثل ذلك الطعام، يعني ليس عندهم ذلك الطعام الكثير الذي يطبخونه على النار، وذلك لقلة ذات اليد عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: إلا قليلا، يعني لا نجد مما يطبخ إلا القليل، فإذا نحن وجدناه، يعني وجدوا هذا الطعام الذي يطبخ، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا، يعني أنهم ليس عندهم
ما يمسحون به أيديهم وأصابعهم، وذلك لقلة ذات اليد عند الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال: لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، قال: ثم نصلي ولا نتوضأ. وهذا هو الحكم في هذه المسألة، أنهم كانوا لا يتوضؤون من الأكل إلا من لحوم الإبل كما جاء في الحديث الآخر. ولكن الذي يستفاد من هذا الباب كله أنه يستحب أنك تأكل بثلاثة أصابع فيما يؤكل بالثلاث، ويستحب لك أن تلعق الأصابع واليد بعد النهاية من الطعام، ويستحب أن تسوت القصعة والصحفة بعد الانتهاء من الطعام، وأيضا ويستحب لك أنك لا تترك اللقمة الساقطة للشيطان، وإنما تزيل ما فيها من الأذى ثم تأكلها. فهذه الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.